اهلا بكم ابناء الاعزاء، طلاب الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل تدريبات الدرس الرابع ليسون 4 فروم يونت 1 الجبر. السؤال الاول بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا فالونج. الدرس بتاعنا طبعا ديفرنس بتوين تو سكويرز. هنا اكس سكوير ماينس 4، ادي اكس سكوير ماينس 4. الفاكتورايزيشن بتاعها على طول دي سهله خالص، سكوير روت اوف فيرست اكس واكس وسكوير روت اوف سكند، يبقى هنا 2 و2، واحده منهم نيجاتيف والثانيه بوزيتيف. طبعا درس سهل خالص. السؤال الثاني اي سكوير ماينس 25 سكوير روت اوف فيرست يبقى اي، وسكوير روت اوف سكند 5، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. السؤال بعد كده 16 اكس سكوير ماينس 9 سكوير روت اوف فيرست يبقى 4x سكوير 4x، وهنا 4x سكوير روت اوف سكند يبقى 3 و3، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. 49 y تو باور 2 ماينس 1 سكوير روت اوف فيرست يبقى 7ay، وهنا 7y وهنا 1 وهنا 1، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. ماينس 4y سكوير سكوير روت اوف اكس سكوير اكس، وهنا 2y، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. مش مهم هتحط النيجاتيف والبوزيتيف فين، يعني الاولى او الثانيه مش هتفرق. 225 اكس سكوير ماينس y سكوير، طبعا 225 دي السكوير روت بتاعها 15، يبقى 15x وهنا 15x وهنا y، هتبقى y هنا y هنا، واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. بعد كده 625 a to power 2 minus 81 b to power 2 625 a to power 2 تبقى 25a، وهنا برضو 25a. بعد كده 81b سكوير تبقى 9b، وهنا 9b، واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. 9 minus y سكوير 9، طبعا السكوير روت بتاعها a 3، y سكوير y، واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده ركز فيه كويس، هنا كاتب لي النيجاتيف مخليها في الاول، يبقى انا ارتبها هخليها 25 ماينس 9 اكس سكوير تبقى 5 هنا و5 هنا، وهنا 3y، هنا 3y، واحده نيجاتيف واحده ايه بوزيتيف. بعد كده a سكوير b سكوير ماينس 1 a سكوير b سكوير، السكوير بتاعها a b، وهنا a b، وطبعا 1 يبقى 1 1، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده a سكوير ماينس b سكوير c تو باور 4، a سكوير السكوير بتاعها a هنا وهنا، b سكوير c تو باور 4 يبقى b c تو باور 2 b، وهنا c تو باور 2، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. x تو باور 4 ماينس 100 سكوير روت بتاع اكس تو باور 4 يبقى اكس تو باور 2، يبقى هنا اكس تو باور 2 هنا اكس تو باور 2، 100 يبقى 10 وهنا ايه وهنا 10، واحده نيجاتيف برضو واحده بوزيتيف. 16 اكس اي تو باور 6 ماينس بي تو باور 6 تبقى 4 اي تو باور 3 سكوير روت بتاع 16 اي تو باور 6 4a to power 3، وهذه 4a to power 3 الناحية الثانية. هنا b to power 6 تبقى b to power 3، وهنا b to power 3، واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 1 over 9 y to power 2 minus 1 over 16 تبقى third y، وهنا third y، ده السكوير روت بتاع 1 over 9 y to power 2.
هنا 1 over 16 يبقى كورتر وكورتر، واحدة نيجاتيف واحدة ايه بوزيتيف. السؤال الاخير 0.04 اكس تو باور 2. طبعا هنا 0.04 سكوير رول بتاعها ايكوال ايه 0.2، عشان لو عملت 0.2 تايم 0.2 هتديني 0.04، يبقى 0.2x وهنا 0.2x. طب 0.25 دي السكوير رول بتاعها 0.5، يبقى 0.5y وهنا 0.5y، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. خلصنا السؤال الاول، نروح للسؤال الثاني. بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج بيرفكتلي، يعني هنركز انه هنا السؤال ممكن يكون فيه خطوات زياده شويه. السؤال الاول اكس تو باور 4 ماينس واي، دي هتبقى السكوير رول بتاع اكس تو باور 4 يبقى اكس تو باور 2 وهنا اكس تو باور 2، 1 هتبقى 1 1، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. البوزيتيف دي ما فيهاش مشكله، مش هنقدر نكمل لها فاكتوريزيشن تاني، لكن دي اكس سكوير ماينس 1 دي ممكن نعملها فاكتوريزيشن تاني تبقى اكس اكس وهنا 1 1، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. وده هو ايه الفاكتوريزيشن بيرفكتلي بتاع مين، بتاع اكس تو باور 4 ماينس 1. السؤال اللي بعده شبهه بالظبط، اكس تو باور 4 يبقى اكس تو باور 2 هنا وهنا وهنا 4y سكوير 4y سكوير، واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. البوزيتيف دي مش هتتغير عشان ما فيش حاجه اسمها ديفر سام اوف تو سكويرز، ما بنعمل لهاش فاكتوريزيشن، لكن دي ليها فاكتوريزيشن تبقى اكس اكس وهنا سكوير رول بتاع 4y سكوير تبقى 2y وهنا 2y، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. السؤال الاخير اكس تو باور 100 تبقى اكس تو باور، طبعا ايه هنا خلي بالكوا اكس تو باور 100 السكوير رول بتاعها يبقى اكس تو باور 50، بناخد النص بتاع الباور زي ما عملنا في اكس تو باور 6 وقلنا اكس تو باور 3، تمام. بعد كده هنا 1 وهنا 1، واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. البوزيتيف دي مش هتتغير لكن النيجاتيف هتتغير، هتبقى اكس تو باور 25 وهنا اكس تو باور 25، هنا 1 وهنا 1، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. خلصنا السؤال الثاني، نروح للسؤال الثالث. هنا فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج، بس هنا خلي بالنا في الفاكتورايزيشن في الاسئله اللي هنا كلها فيها هايست كومن فاكتور، فهناخد هايست كومن فاكتور الاول وبعد كده نبدا ايه نحل. نمبر 1 بيقول لي 2 x to power 2 minus 32، هناخد 2 هايست كومن فاكتور، هتبقى معايا x to power 2 ليه x to power 2 x to power 2 divided by 2 يتبقى منها ايه x negative 32 divided by 2 يبقى equal 16، ونبدا نعمل الفاكتورايزيشن بعد كده. يبقى 2 هنا x x 4 4، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي x to power 3 minus 25x، هنا هناخد x highest common factor هيبقى معايا x square minus 25، ونبدأ نعمل factorization بعد كده x square minus 25 تبقى x x وهنا 5 5، واحدة negative واحدة positive. السؤال اللي بعد كده x to power 4 minus x to power 2 x to power 4 minus x to power 2، هناخد x to power 2 highest common factor هيبقى معايا هنا x to power divided by 4 divided by x to power 2 تبقى x to power 2 minus x square divided by x square equal 1. نعمل factorization ل x square minus 1 تبقى x x 1 1 و negative positive. السؤال 4 8 x to power 2 minus 50، هناخد هنا 4 highest common factor هيبقى معايا x سكوير، ناخد 2x هايست كومن فاكتور. بقى معايا هنا 4x سكوير ماينس 50 ديفايد باي 2 تبقى 25.
ادي 2 اهي ودي تبقى ايه 2x وهنا 2x وهنا 5 واحده نيجاتيف واحده ايه بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده هنا بيقول x to power 3 y minus x y to power 5. ناخد هنا x y highest common factor. هيبقى هنا معايا x to power 2 عشان دي divided by دي تديني x to power 2. x to power 3 divided by x تديني x to power 2. y تروح مع ال y. بعد كده هنا x to power x y to power 5 هتبقى ال x هتروح مع ال x y to power 5 divided by y تبقى y to power 4. نبدأ نعمل factorization اللي بين الأقواس. هيبقى هنا x x وهنا y to power 2 y to power 2 واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده 27 x to power 3 minus 48 x y to power 6 27 اخد منها 3 highest common factor ومعايا x برضو يبقى 3x. اشوف هنا 27 divided by 3 تبقى 9 وهنا x to power 3 divided by x تبقى x to power 2 minus 48 divided by 3 equals 16 والx هتروح مع x y to power 6 divided by ما فيش حاجة هنا معاها يبقى y to power 6. نبدأ نعمل factorization اللي بين الأقواس تبقى 3x وهنا 3x وهنا 4y to power 3 4y to power 3 والاثنين واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. خلصنا السؤال ده نروح للسؤال اللي بعده بيقول لي third x to power 2 minus 3. هنا هاخد third highest common factor معناها كأني بعمل times 3 دي هتبقى x to power 2 ودي هتبقى ايه 9 كأن عملت دول تايم 3 يديني ايه اللي بين الاقواس. وبعد كده اعمل فاكتوريزيشن تبقى هنا اكس اكس 3 3 نيجاتيف بوزيتيف. بعد كده 3 اكس سكوير ماينس 3 اوفر 16 هنا هاخد 3 هايست كومن فاكتور هيبقى معايا هنا اكس سكوير وهنا لو خدت 3 من 3 اوفر 16 هتبقى 3 over 16 divided by 3rd اهي 3 over 16 divided by 3rd هتبقى 3 over 16 times divided by 3 كمان هتبقى times 3rd وهنا 3 هتروح مع 3 هيبقى معايا 1 over 16. نبدأ نعمل الفاكتوريزيشن هنا x x 1 over 4 وهنا كورتر برضو واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده 9 half x سكوير minus 1 over 18 y سكوير. ناخد هنا half highest common factor هيبقى معايا هنا هذا الهاف هاي كومن فاكتور هيبقى معايا هنا اكس سكوير اكس سكوير هاف اكس سكوير ديفايد باي هاف هتديني اكس سكوير ماينس 1 اوفر 8 واي تو باور 2 ديفايد باي هاف. طيب نعملها مع بعض 1 اوفر 18 ديفايد باي هاف تبقى 1 اوفر 18 تايمز 2 ديفايد باي 2 1 هنا 18 divided by 2 هتبقى 9 يبقى الإجابة هتبقى معايا 1 over 9 يبقى هنا 1 over 9 y to power 2 add half اهو وبعد كده x x third y وهنا third y واحدة negative والتانية positive. آخر سؤال معنا هو number 10 بيقول لي هنا ايه 4b square
times 2a minus b وهنا 25a square times 2a minus b. ملاحظين احنا 2a minus b ده هي highest common factor. هناخد دي highest common factor على 2a minus b. هبقى معايا هنا اشيلها من هنا يبقى باقي معايا 4b square واشيلها من هنا يبقى minus 25a square. ونبدأ نعمل factorization لده. على 2a minus b مش هتغير. وهنا تبقى 2b وهنا 2b وهنا 5a هنا 5a واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. خلصنا كده الجزء ده. نروح للسؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لي factorize each of the following. هم مدين أسئلة فيها حاجات كده ايه ضخمة شوية. نشوف هنا الفاكتوريزيشن بتاع الأولى. هنا ده السكوير رود بتاع الدول هيبقى a بلس b. a بلس b هنا و a بلس b هنا والفور تبقى 2 هنا و 2 هنا واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. وكده خلص حل السؤال ده. السؤال اللي بعده نركز فيه شوية. هنا هيبقى 1 وهنا 1. هنا a minus 1 بحطها بين قوسين احسن عشان لسه في مشكلتين هتحصل معانا. في البلس مفيش مشكله لكن في الماينس هتحصل ايه اختلاف شويه. نبص كده البلس لو فكيت هتبقى 1 بلس a minus 1 وهنا هتبقى 1 minus a plus 1 عشان minus a وهنا نيجاتيف تايمز نيجاتيف تبقى بوزيتيف. طب كده نيجاتيف 1 هنا هيروح مع بوزيتيف 1 هيبقى معايا ايه. وهنا 1 بلس 1 2 يبقى 2 ماينس a 2 ماينس a يبقى الفاكتوريزيشن كده بتاعها a تايمز 2 ماينس a. خلص السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. هنا بيقول لي 9a تو باور 2 ماينس 2a بلس b اول تو باور 2. 9a تو باور 2 تبقى 3a وهنا 3a. هنا 2a بلس b دي ما فيهاش مشكله بلس لكن الماينس احطها بين قوسين 2a ماينس بلس b. نبدا البلس دي ما فيهاش مشكله 3a بلس 2a يبقى 5a بلس b. هنا تبقى 3a ماينس 2a ماينس b عشان الماينس هيدخل على ايه على القوس ده يغير الساين بتاعته كلها. كده هتبقى 5a بلس b ودول هيبقى 3a ماينس 2a تبقى a ماينس b. وبكده خلصنا حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. a سكوير b سكوير تبقى a b وهنا a b. هنا a b ماينس 1 ودي بلس مفيش مشكله لكن الماينس احطها بين قوسين. البلس هتبقى 2AB minus 1 وهنا هتبقى AB minus AB plus 1. دي ودي هتروح مع بعض وال1 ملهوش لازمة مش هنكتبه يبقى 2AB minus 1 عشان طبعا 1 times اي حاجة بدين نفس الحاجة فايه لو كتبت 1 برا منها ملهوش لازمة. كده نخلصت حل السؤال ده. روح للسؤال اللي بعده. بيقول لي x بلس 1 سكوير ماينس x ماينس 1 سكوير. هنا x بلس 1 وهنا x بلس 1 وهنا x ماينس 1 بين قوسين وهذا بلس وهذا x ماينس 1 بين قوسين وهذا ماينس. البلس دي ما فيش مشكلة هتبقى 2x والنيجاتيف 1 هيروح مع البوزيتيف 1. هنا هتبقى x بلس 1 ماينس x بلس 1. نيجاتيف x هتروح مع x هيبقى معايا 1 بلس 1 2 يبقى 2 تايمز 2x تبقى كده 4x. السؤال اللي بعد كده 9m ماينس 1 سكوير وهنا
نيجاتيف 25 ام بلس 1 سكوير. هنا تبقى 3 تايمز ام ماينس 1 وهنا 3 تايمز ام ماينس 1، ده السكوير رول بتاع الاولاني. سكوير رول بتاع الثاني هنا بلس، تبقى 5 ام بلس 1 وهنا ماينس 5 ام بلس 1. نبدا نفك الحاجات ايه 3 وال5 دول نضربهم، يبقى 3 تايمز ام 3 ام ماينس 3 وهنا 5 ام بلس 5 وهنا 3 ام ماينس 3 وهنا نيجاتيف 5 ام ماينس 5. هنا 3 ام و5 ام يبقى 8 ام، وهنا نيجاتيف 3 بلس 5 تبقى بلس 2، وهنا 3 ام ماينس 5 ام تبقى نيجاتيف 2 ام، ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 5 يبقى ماينس 8. وبكده يكون خلصنا حل السؤال، بس هنا ممكن ناخد هايس كومن فاكتور ل 2 هنا و 2 هنا. لو خدت هنا هنا هاخد نيجاتيف 2 وهنا هاخد 2، يبقى نيجاتيف 4 الاولى هتبقى divided by 2 تبقى 4m plus 1، والثانية divided by negative 2 طبعا هتبقى m plus 4. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. هنا x plus y plus 5 all to power 2 minus x minus y minus 5 all to power 2، تبقى x plus y plus 5 وهنا x plus y plus 5 وهنا plus x minus y minus 5 وهنا minus، وحطها بين قوسين x minus y minus 5 وهذا القوس الثاني. نيجي ايه نجمع دول مع بعض، هنا في x وهنا x يبقى 2x، negative y تروح مع positive y و5 تروح مع negative 5. هنا x plus y plus 5 minus minus x تبقى plus y، بنغير الإشارة ده كله، وهنا تبقى plus 5. نشوف مين هيروح مع مين، x هتروح مع x وهنا هيبقى معايا 2x اهي، هيبقى معايا y و y تبقى 2y و 5 و 5 تبقى 10. ممكن ناخد هنا 2 هاي سكومن فاكتور من دول، تطلع برا تبقى 4x وهنا تبقى y plus 5 y plus 5. نروح للسؤال اللي بعد كده. هنا a minus 2b times a plus 2b minus 5b سكوير. a minus 2b times a plus 2b لو حلناها هي الجزء ده الاول هتبقى a سكوير minus 4b سكوير، بعد كده minus 5b سكوير اللي هي دي، واشوف دول مع بعض كده هيبقى a سكوير minus 9b سكوير. نبدأ نعمل فقط بوزيشن للكلام ده، تبقى A وهنا 3B واحدة ماينس واحدة بلس. وبكده يكون خلص حل السؤال ده. وعشان ما نطولش عليكم كفاية علينا ايه كده حل الجزء ده من التدريبات، ونكمل في جزء تاني ان شاء الله. انتظروا بقية حل التدريبات على المنصة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.